مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من وصال، برنامج المصريين المغتربين في كافه انحاء العالم. بنبتدي بنشره اخبار سريعه للمغتربين. قام البنك المركزي بفتح حسابات بنكيه للمصريين بالخارج 37037 بالعملات الاجنبيه المختلفه. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في لقائه مع رؤساء التحرير الصحف القومية والخاصة من صحف بعينها، وذكر أن هذه المواقع تخضع للتمويل والتحريض من قبل دول قطر وتركيا وأيضا تنظيم الإخوان المسلمين الدولي. فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يستقبل سفير مصر في اليمن، ويؤكد مستعدون لإرسال المزيد من المدرسين الأزهريين للعمل هناك. صرحت منظمة العفو الدولية أن قيام جماعة مسلحة بإعدام مصري، طبعا وإحنا شفنا هذا الفيديو على يعني مواقع التواصل الاجتماعي، صرحت بأن إعدامه علنا في شرق ليبيا يبرز غياب القانون عن أجزاء بعينها في ليبيا. ونتمنى طبعا أن وزارة الخارجية مش بس تشجب هذا طبعا الإعدام لمصري في استاد، وإحنا شفنا قد إيه كان يعني مأساوي هذا الفيديو، ولكن تتخذ الإجراءات لعدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى. كتير من شبابنا بيحلم بالسفر، والسفر ممكن يكون لأسباب كتير، لكن لما شاب صغير يحلم ان هو يسافر من اجل الفسحة ده حق، ولما يتوجه للبلد او لقنصلية البلد اللي هو مسافرها وياخد كل الاوراق ويتأكد من كافة الإجراءات ويدفع الفيزا وياخد التأشيرة ويدفع تذكرة السفر وبعد كده يسافر يعني ويتم إيقافه وعودته مرة أخرى مرحل، ولولا تدخل سفيرنا وقنصلنا في سلوفاكيا ما كانش ممكن إن هو كمان ينول الرضا إن هو يترحل مرة واحدة على مصر، ولكن كان هيقعد في تركيا 5 6 أيام في الحجز. إحنا معانا النهاردة صاحب هذه القصة كريم مدحت الشاذلي. أهلا يا كريم. أهلا بحضرتك يا فندم. أنت سافرت سلوفانيا؟ لا سلوفينيا. سلوفينيا تمام. أوكي، وهناك حصل لك مشاكل كتير. بالظبط. أهم حاجة أوراقك كلها هنا كنت واخدها تمام التمام من القنصلية؟ أه من القنصل هنا في مصر. من القنصل نفسه؟ القنصل كان بيعمل الانترفيو وكل حاجة. القنصل نفسه يعني تتذكر اسمه؟ اسمه يكا. يكا. طيب هذا القنصل هل طلب منكم ان انتوا مثلا تغيروا اقامتكم على الاوتيل؟ هو في اخر يوم قال لنا ان الشنجن اريا عامه اليوروبا اريا ما فيش مشاكل في الورق بتاعنا، بس قال لنا ان في مشكله في حجز الاوتيلات والطيران. طيار از اون ريتنشن، قال لنا كده باللفظ اون ريتنشن. فبعتنا له اخر كونفرميشن للميل ده في نفس اليوم اللي اخذنا فيه الفيزا يعني، وبعتنا له حجوزات جديده خالص غير الحجوزات القديمه اللي حصلها كانسليشن عشان احنا كنا اتاخرنا وتاخروا في الرد علينا. الفيزا اخذت 21 يوم بعمل بتطلع، وهي المفروض تاخد 15 يوم اصلا، اخذت 21 يوم. فحصل كانسليشن للاوتيلات القديمه، عملنا حجز اوتيلات جديده وبعتنا له الحجوزات الجديده وكل حاجه تمام، وقال لنا هستنى رد البوليس، البوليس يرد على الموضوع. قال لنا جه بعد نص ساعه قال لنا اتس اوكي وكونجراتيليشنز الفيزا معاكم، البوليس وافق على وخدت الفيزا على الباسبور بتاعك. للاسف انت ما جبتش الباسبور. الباسبور كمان بيذكر ان يعني كل التفاصيل الخاصه بكريم، ان هو طالب في السنه الرابعه كليه الصيدله الجامعه الالمانيه، يعني كمان المفروض ان هذا يعني الموقف هيعرضه لعرقله في سنوات الدراسه. اعتقد ان انتوا المفروض ان انت السنه القادمه ان انت كنت تسافر المانيا كده، مش المفروض كنت مسافر سمستر ابرود عندي جامعه، مش هسافر، بس هيبقى مشكله كبيره ان الدوكيمنت موجود عندي ان انا مترحل اصلا، مش خارج يعني مش بمشكله. انت لما وصلت هناك المطار رحلوك ليه؟ اول حاجه انا نزلت من ترانزيت من تركيا، وصلت المطار دخلت الجوازات عادي خالص عشان يشوف الباسبور بتاعي. فاول ما شاف الباسبور قال لي وريني حجوزاتك. عامه هو مش اصلا ما كانش عارف الباسبور قوي ده باسبور مين يعني، فقلت له الباسبور المصري يعني. بعد كده قال لي وريني الحجوزات، فوريت له الحجوزات بتاعتي اللي هي الجديده المفروض اللي انا واخد بيها الاكسبتنس، لا اوريدي انا دافع فلوسها وكل حاجه. فاخد شنطتي وفتشها، وفتشت تفتيش كامل وشاف الفلوس اللي معايا، وكان الموضوع ما كانش كويس يعني ان انا افتش تفتيش كامل، على الاقل انا سايح يعني. بس انت وزميلك اللي كان عبد الرحمن، عبد الرحمن بس هو يعني شاف الحجوزات بتاعتي. فبعديها بشويه بخمس دقائق جه دخل قال لي انت مش حاجز اصلا في الحجوزات دي، انت حاجز في حجوزات قديمه اللي هي كنت انا اوريدي لغيتها.
فقلت له، حكيت له المشكله كامله، حكيت له اللي حصل بالظبط. قال لي انا ما اقدرش اقعدك في البلد، انت كده انت واخد الجارنتي بتاعت الفيزا، الجارنتي قال لي كده، الجارنتي من الفيزا من الاوتيل القديم مش الجديد. قلت له لا انا واخد الاكسبتنس من الاوتيل الجديد، الاوتيل القديم خلاص الغي يعني انا. فقلت له طب كلم القنصل هنا في مصر، كلم وزاره الخارجيه، كلم اي حد. قال لي لا انا اخدت قرار، انت هترجع بكره الصبح الساعه 2 تركيا كده بالظبط يعني، ده في ربع ساعه بالظبط قال لي الموضوع ده، حتى من غير ما اوصل لاي حد. فطبعا لما قعدت مثلا بتاع 5 ساعات او 6 ساعات على نفس المكان اللي انا كنت قاعد عليه، لا عارف اوصل لحد ولا عارف اكمل اكلم حد، ولا حتى ادوني حتى ميه اشربها يعني انا وصاحبي، يعني اتعاملت كأنك إرهابي. اتعاملت كاني ارهابي بالظبط، اللي هو مرحل كاني جاي داخل البلد اعمل مشكله يعني، وانا في الاول في الاخر سايح ومعايا كل الورق يعني، حتى المستندات اللي هنتنقل بيها من البلد دي للبلد المجاوره، والترانسبورتيشن انا اوريدي كنت دافعه، وتذكره الطيران الرجوع كلها كانت موجوده كنت هناك، دافع اوتيل كمان. كل حاجه كانت مدفوعه، انا كنت دافع كل حاجه. بس فلما لقاني طبعا عمال ازعق بعد 5 6 ساعات، لما كنت قعدت ازعق جامد وانهارت يعني، ما هرجع تركيا اترحل 5 6 مع بال ما حد ما يسال فيا ولا اي حاجه. فخلاص اخد اداني ريجكتد على الفيزا وشطب لي الفيزا بتاعتي، وقال لي وقلت وقال لي خلاص عايز تكلم القنصل المصري هنا. فكلمت قنصل اللي هو مستشار تامر، مستشار تامر وقف معانا وقفه كويسه جدا، وقال لي انا جاي لك وما تقلقش وهحل لك المشكله، وكلمني السفيره. تفتكر اسمه مستشار تامر ايه؟ لا مش متذكر مش بالظبط، متذكر بس اسمه. مستشار تامر هو قنصل المصري في سلوفينيا. وكلمني السفيره، الست السفيره هبه سيدهم، كلمتني كلمتني من عند البوليس وقالت لي انا جايه لكم ما تقلقوش وهحل لكم المشكله واقف معاكم لحد اخر وقت اخر لحظه يعني. طب انت ما سالتش سياده السفيره هبه هل ده اجراء مثلا تعسفي مع المصريين، ولا الاجراء ده تم قبل كده مع المصريين؟ هو انا يعني ما حاولتش تستفهم هم ليه يعني بيعملوك المعامله دي؟ هو انا اصلا ما كنت اول مره اسمع الموضوع، واحد سايح مترحل ومعاه حجوزات، انا يعني ناس، اكيد انت اول مره تسمع. انا بس اول مره اسمع. سياده السفيره مش هيبقى اول مره، يعني هي ما حاولتش تشرح لك الموقف لا من وجهه لا، نظرها. لان هي لما جت بعد ما اخذونا الاوضه الترحيلات في سلوفينيا يعني، احنا اتخذنا في عربيه كاننا مسجونين كاننا ارهابيين، ورحنا اوضه الترحيلات في سلوفينيا اللي هو يعني حاجه زي سجن، بس سجن على حاجه احسن شويه يعني، واقف علينا بوليس، دي جات لنا السفيره بعديها بساعتين. فلما شافت ان حجوزاتنا موجوده سليمه وما فيهاش اي مشاكل، فقالت لنا طب ما انتوا ما فيش مشاكل يعني، انتوا حجوزاتكم موجوده ومكتوب 4 nights 2 beds في موست هوستل اللي هو كنت نازل طيب فيه جديد. هي لما تحدثت مع البوليس هل يعني ما واجدوش ليكوا ثغرة خالص، يعني ما دام اوراقكم كلها كاملة؟ ما لقوش اي حاجه، هم بس الفكره كلها ان هم كانوا خلاص اوريدي شطبوا على الفيزا، وخلاص اتحطينا قدام الامر الواقع اللي هو احنا كده كده هنرجع، وعشان اخد الفيزا تاني لازم ارجع بلدي اخد وانت الاكسبتنس. الشطب اللي جه على الفيزا بسبب تغيير حجز الاوتيل؟ لا هو مش بسبب تغيير حجز الاوتيل، هو انا اصلا واخد الاكسبتنس بالاوتيلات الجديده. لكن هو ما قالش ليه شطب بالفيزا، قال لي عشان انت ما المفروض كنت تنزل في الاوتيل القديم. لكن ما فيش سبب ما فيش سبب مذكور. قطعي يعني، حتى انا قلت له لو عايز ننزل في الاوتيل القديم ما فيش مشاكل، كان هيغربني فلوس اكتر يعني، بس قلت له انه مش الموضوع مش ازمه يعني، عايز ننزل الاوتيل القديم اوكي خلاص اتس اوكي. فقال لي لا الموضوع اتس امبوسيبل، الموضوع اتس لاست ديسيجن وكده كده اتاخد وانت هترجع بلدك. فقلت له يعني دلوقتي الموقف يعني اللي انت متخوف منه ان طبعا الرفض اللي على الفيزا ده هيعيق الباسبور ده لما يتقدم لأي دولة تانية عشان السفر. هو بس هو مش فكرة يعيق، على الأقل فكرة ان انا حسيت الموضوع مهين شوية ان انا اترحل، لان انا واحد مصري يعني في الاول في الاخر، انا ما اظنش ان مين سلوفينيا عشان تعمل معانا كده، بغض النظر عن اللي هو انا واحد جاي سايح وداخل عنده بحجوزاتي وبورقي سليم وداخل بفلوسك. وداخل بفلوسي، حتى فتش فلوسي شاف فلوسي وداخل سايح يعني، داخل مدخل له دخل، وبعد كده ارجع مترحل بعربيه ترحيلات في سجن، ولولا السفيره كنت رجعت يعني، فعلا السفيره وقفت معانا وقفه كبيره جدا، ولولا مستشار تامر وارجع مترحل على تركيا، وتركيا عملوا لي يعني عملوا لي معامله وحشه جدا يعني، كاني واحد معيش باسبور ماليش اي بلد ماليش اي هويه. طب فين الاحترام، فين التقدير للمواطن المصري يعني، واحد سايح في الاول وفي الاخر يعني. هي يعني احنا كريم يعني بنضم صوتنا لصوتك، وملناش بقى اللي غير وزارة الخارجية تبحث في هذا الأمر وتبحث كيفية رد الاعتبار ليك ولزميلك. يعني احنا شاكرين طبعا ان انت جيت لبرنامجنا واتجهت له عشان تقول شكوتك، بس احنا هنواصل معاك. انا بس يعني طبعا ممكن اقول ملحوظة بس، هو انا شايف ان رد الاعتبار للموضوع ده ان انا زي ما اتعاملت معاملة وحشة او زي ما الفيزا اتشطبت لي، المفروض الفيزا ترجع لي تاني في غضون الشهر ده، كأن انا واحد ما مش مذنب او ما عملتش اي حاجه غلط، الفيزا عشان ترجع انت لي ما تاني عملتش حاجه انا غلط. ما عملتش فاهم؟ اي حاجه غلط بالظبط، بالعكس فلوسي راحت عليا، بالعكس اتعاملت معامله مهينه،
فانا عايز الفيزا ولو ترجع في لي. غلط هم المفروض ان هم كانوا يذكروا هذا الغلط بكل بالظبط وضوح. بالظبط، هم حتى ما ذكروش، هم اخدوا قرار من غير اي ذكر، من غير اي يعني، من غير ما يكلموا حد اصلا. هم بعد ما اخدوا القرار كلموا لي الناس، اللي هو يعني وزارة الخارجية رفعت شعار دايما المعاملة بالمثل، احنا يعني بنتمنى ان هم يردوا علينا في هذه القضية الخاصة بكريم ويبقى في معاملة بالمثل، ويبقى في كمان جواب شديد اللهجة للقنصلية هنا في يعني في مصر الخاصة بسلوفينيا، ونشوف قد ايه احنا يعني ممكن نقدمه لاولادنا عشان يفضلوا متمسكين بجنسيتهم المصريه، ويبقوا عارفين كويس قوي ان الجنسيه دي ليها قيمه في اي بلد تانية هم متوجهين لها. يا ريت احنا كمان نبقى غاليين على نفسنا عشان الاخرين ما يتعاملوش معانا بهذا الشكل. يعني انا بشكرك جدا يا كريم، وانا بعتذر لك وانا اسفه، وان شاء الله باذن الله يبقى في رد اعتبار ليك إن شاء الله بإذن قوي، الله. واعتذرنا برضو لصاحبك عبد الرحمن. بالظبط. وقريبا ان شاء الله وزارة الخارجية يعني ترد علينا في هذا الامر. إن احنا شاء الله. حاولنا على فكرة نتصل بسفير علي عشيري بس هو اعتذر عن المداخلة عشان عنده اجتماع، فيعني وكان هذا الامر كمان يتعلق بموت المصري او اعدام المصري في استاد في ليبيا، كنا عاوزين منه كمان تعليق على هذا الامر. وطبعا كريم هيبقى طبعا معانا وهنتواصل معاه وهنشوف ايه اللي هيتم في هذه القضية. الجزء الثاني من البرنامج هيكون عن الجالية المصرية في إيطاليا وما لها وما عليها، كيفية الاستفادة من كافة النماذج المشرفة هناك. الجالية كمان بتقدم الكثير خاصة المرأة داخل الجالية. لقائنا هيكون مع الأستاذ عبد الحليم إسماعيل سكرتير عام جمعية الصداقة المصرية الإيطالية البرلمانية، وهو كان مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بإيطاليا ومحاضر في جامعات روما. بعد الفاصل اللي هنشوف مع بعض في افتتاح مكتب للتصديقات لوزارة الخارجية بمحافظة 6 أكتوبر.